نعم، موقف التيار الصدري وموقف السيد الصدر هو إلى هذه اللحظة ثابت، موقف شعبي، وهو موقف يمثل يعني تقريبا غالبية العظمى من الشعب العراقي، ليس فقط موقف السيد الصدر، وإنما الشعب العراقي غالبا متعاطف ومتضامن مع أهلنا في فلسطين، وهذا يشكل أيضا ضغط، نعم ضغط على المواقف العراقية، موقف الحكومة العراقي. إلى يعني السيد السوداني يجب أن عليه أن يلتفت إلى الجانب الشعبي، لأن تعرفين حضرتك يعني هو الشعب هو مصدر السلطات، لذلك موقف التيار الصدري كان موقف جيد، وموقف العراقيين أيضا شاهدنا أطياف واسعة من الشعب العراقي أيضا استنكرت ونددت هذه الزيارة، لأن كما نعلم أنه الموقف الأمريكي هو كان منحاز إلى الجانب الأمريكي، إلى الجانب الإسرائيلي نعم. في كثير من المواقف. نعم.